أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين. مررنا في المحاضرة السابقة وما سبقها أيضا مررنا على السيرة التي ترفع الرأس لرجالات التشيع الذين استبسلوا في إسقاط رموز الباطل كأبي بكر وعمر وعثمان فعرضنا نماذج مما أقدم عليه هؤلاء أمام معاشر المخالفين من قدح وثلب وفضح لأولئك الذين خانوا رسول الله صلى الله عليه وآله في عترته من بعده قام هؤلاء الأجلاء بذلك رغم ما كان بين هؤلاء وأعلام أهل الخلاف رغم ما كان بينهم من الصلات والعلاقات الوثيقة تلك الصلات والعلاقات التي فرضتها حركة تلقي الحديث كما بينا عرضنا أربعة نماذج ونعرض الآن نماذج أخرى تدلل على هذا الذي نقول النموذج الخامس من منا لا يعرف أبا حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه جميعنا يعرفه إنه ذلك الرجل الجليل الذي كان من أصحاب الأئمة السجاد والباقر والصادق والكاظم عليهم السلام ذلك الرجل الذي يقول فيه إمامنا علي بن موسى الرضا عليهم السلام أبو حمزة في زمانه كلقمان في زمانه كلنا يعرف هذا الرجل لأن اسمه تخلد بالدعاء الذي يرويه عن إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه ذلك الدعاء الذي نقرأه في أسحار شهر رمضان الدعاء الذي يحمل اسمه دعاء أبي حمزة الثمالي هل يعلم الأخوة أن هذا الرجل الثقة الجليل كان أيضا ممن ينال من رموز الطائفة الأخرى؟ لاحظوا مثلا ما رواه الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال عن عبد الله بن موسى قال كنا عند أبي حمزة الثمالي فحضر ابن المبارك أحد فقهاء أهل الخلاف المعروفين فذكر أبو حمزة حديثا في ذكر عثمان فنال من عثمان فقام ابن المبارك ومزق ما كتب أي مزق ما كتب عن أبي حمزة من الأحاديث ومضى هذا يدلكم على أن أجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يهتمون بالنيل من أئمة الكفر والباطل والنفاق كانوا يهتمون بالنيل منهم حتى أمام المعتقدين بهم من أهل الخلاف
وعليه فما يدعيه بعض الجهلة اليوم من أن ذلك لم يكن من سيرة أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام ما هو إلا هراء منشأه الجهل بالسيرة الحقيقية لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أبو حمزة الثمالي صاحب الدعاء المعروف كان ينال من عثمان. هذا هين بالقياس إلى ما فعله كميل بن زياد رضوان الله تعالى عليه، صاحب الدعاء المعروف باسمه أيضا. راجعوا أنتم كتب التواريخ لتعرفوا أن كميل بن زياد كان من جملة قتلة عثمان بن عفان لعنة الله عليه، لا أنه فقط كان ينال منه. استحضروا هذه المعلومة في أذهانكم كل ليلة جمعة وأنتم تقرؤون دعاء كميل. تذكروا أن هذا الرجل الذي تقرؤون دعاءه الذي رواه عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الرجل لم ينل فحسب من رموز الآخرين، وإنما شارك في قتل أحدهم. بعد أن تستحضروا هذه المعلومة في أذهانكم، انظروا هل يتبقى في نفوسكم احترام لأولئك المعممين الجهلة الذين يزعمون لكم أنه لا يجوز النيل من رموز الآخرين؟ اقرأوا تاريخ صاحب رسول الله وصاحب أمير المؤمنين عليهما وآلهما السلام، الرجل الجليل عمرو بن الحمق الخزاعي رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل الذي شارك أيضا في قتل الطاغية عثمان وطعنه 9 طعنات بعدما جلس على صدره. روى محمد بن سعد في طبقاته الكبرى أن عمرو بن الحمق وثب على عثمان فجلس على صدره وبه رمق، عثمان بن عفان كان لا يزال به رمق في آخر لحظات حياته، أن عمرو بن الحمق وثب على عثمان فجلس على صدره وبه رمق فطعنه 9 طعنات وقال أما 3 منهن فإني طعنتهن لله تبارك وتعالى، وأما 6 فإني طعنت إياهن لما كان في صدري عليه، أي على عثمان. هؤلاء هم رجال التشيع الأبرار، عمرو بن الحمق الخزاعي، كميل بن زياد النخعي، أبو حمزة الثمالي، هؤلاء هم الذين نفخر بهم لاستبسالهم في مواجهة الباطل ورموزه. هل تعلمون أن عمرو بن الحمق وكميل بن زياد قد قتلا شهيدين بسبب قتلهما للطاغية عثمان؟ وإياكم أن تتوهموا أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يرتضي قتل عثمان كما قد يوهمكم بعض المعممين الجهل أيضا. كلا، كان عليه السلام راضيا بذلك وإن لم يشارك فيه. لماذا كان راضيا؟ لأن عثمان مهدور الدم شرعا، ولولا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان راضيا بقتل عثمان لما كان الذين قتلوا عثمان من كبار أصحابه وجنده الذين كان يدافع عنهم ويحميهم كعمر بن الحمق، مالك الأشتر، محمد بن أبي بكر، كميل بن زياد وغيرهم. هؤلاء كانوا من قتلة عثمان وكانوا من كبار أصحاب
وجند أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما جرت المعارك بين أمير المؤمنين وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية، إنما جرت هذه المعارك لماذا؟ لرفض أمير المؤمنين عليه السلام تسليم هؤلاء إليهم بحجة أنهم قد قتلوا عثمان، لم يسلمهم إليهم حتى يقتلوهم بدم عثمان. لماذا؟ لأن عثمان مهدور الدم شرعا، فإذا لا قصاص على هؤلاء. وأكثر ما يؤكد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يرتضي قتل عثمان ويقف مع الذين قتلوه قول صريح له جاء في الروايات الشريفة بطرق متعددة. كان عليه السلام يقول: من كان سائلي عن دم عثمان فإن الله قتله وأنا معه، أنا مع الله. إذن أنا مع الله الذي قتل عثمان، فأنا مع الذين أجرى الله على أيديهم قتل عثمان. إذن كان يرتضي قتل هذا الطاغية. على أي حال، استرسلنا في قضية مقتل عثمان من باب أن الشيء بالشيء يذكر، وللتدليل على أهمية مطالعة السيرة والتاريخ بدقة قبل أن نصدر الأحكام ونصور واقعا ليس موجودا. إن رجالات التشيع كانوا هم الذين يحملون هم تخليص الأمة من رموز الطغيان والباطل، وذلك يتأتى تارة بإنهاء الوجود المادي لتلك الرموز الإجرامية، ويتأتى تارة أخرى بإنهاء الوجود الاعتباري لها، وهذا الأخير يتحقق بمثل النيل والتسقيط، وهذا ما ينبغي أن يعمل عليه اليوم المخلصون من الشيعة. المثال الآخر وهو النموذج السادس: رجل هو من جملة أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، يدعى يونس بن خباب الأسيدي، وهذا الرجل كان كسابقه على تواصل مع أعلام أهل الخلاف والرواة منهم، لكنه مع هذا التواصل والمخالطة لم يخف ترفضه عنهم ولم يستر عنهم نيله من أئمته. يصفه أبو داود صاحب السنن بقوله: أنه شتام للصحابة. ويقول فيه الدارقطني: رجل سوء فيه شيعية مفرطة، كان يسب عثمان. ويقول يعقوب بن سفيان الفسوي: مشتهر عنه أنه يتناول عثمان، مشتهر عنه. من مواقف هذا الرجل الشجاع تصريحه بأن الطاغية عثمان قتل بنتي رسول الله صلى الله عليه وآله، رقية وأم كلثوم سلام الله عليهما، تصريحه بذلك أثناء تحديثه بفضيلة من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، كما رواه ابن عدي في كتابه الكامل. يقول عن عباد بن عباد قال: أتيته، يعني يونس بن خباب الأسيدي، أتيته فسألته عن حديث عذاب القبر
فحدثني به فقال هنا كلمة أخفاها الناصبة قلت ما هي؟ قال إنه يسأل في قبره من وليك؟ فإن قال علي نجا. فقلت القول لعباد بن عباد والله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقال من أين أنت؟ قلت من أهل البصرة. قال أنت عثماني خبيث، أنت تحب عثمان، وإنه قتل بنتي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت قتل واحدة فلما زوجه الأخرى؟ ليس شأننا الآن أن نجيب على هذا الأحمق العثماني الخبيث عباد بن عباد في أنه لما زوجه النبي صلى الله عليه وآله الأخرى. فصلنا ذلك في محاضراتنا السابقة وبينا أن وجه الحكمة في ذلك هو تعطيل قدرة عثمان وقومه على الشغب في سنوات الإسلام الأولى، وإتمام الحجة عليه، وإلحاق السيدتين الجليلتين رقية وأم كلثوم عليهما السلام، إلحاقهما بمقام آسية بنت مزاحم عليها السلام التي صبرت على زوجها فرعون عليه اللعنة فبنى الله لها بيتا في الجنة. كل ذلك قد أوضحته الروايات والآثار الشريفة عن أئمتنا عليهم السلام. على أي حال، هذا ليس موضوعنا، إنما الذي يهمنا هنا هو هذا الموقف الشجاع. كيف أن هذا الرجل الشيعي لم يكتم براءته من واحد من أهم رموز أهل الخلاف، وكيف صرح بجريمته الشنيعة في قتل بنتي النبي صلى الله عليه وآله؟ لم يجاملهم من أجل أن يحافظ على علاقاته معهم أو أن يبقى في محل الصدق والثقة عندهم، لم يجاملهم لأجل أن يقولوا عنه إنه صادق ثقة، كلا، فرض نفسه عليهم كأن لسان حاله يقول ها أنا ذا أبغض أئمتكم وسلفكم وألعنهم وأشتمهم وأنال منهم وأبين جرائمهم، فإن قبلتموني وقبلتم الحديث عني فبها، وإن لم تقبلوني كما أنا فشأنكم، هذا شأنكم، أنا لست محتاجا لكي تأخذوا مني الحديث ولكي تتتلمذوا على يدي ولكي تقروا لي بالصدق والوثاقة أن أتنازل عن مبدئي الرافضي، لست محتاجا لذلك، لست مضطرا لذلك. بمثل هذه الثقة بالنفس كان يتحلى رجالات التشيع سابقا. هذه الثقة التي فقدناها اليوم مع شديد الأسف. انظروا كيف أن يونس بن خباب مع ما اشتهر عنه في أوساط المخالفين من شتمه لصحابتهم إلا أنهم اعترفوا بصدقه ووثاقته وأخرجوا عنه الأحاديث في صحاحهم. من جملة الذين اعترفوا بصدقه ووثاقته يحيى بن معين يقول فيه هو ثقة وكان يشتم عثمان. ثقة ويشتم عثمان؟ نعم، هكذا كان يفرض الشيعي نفسه على الآخرين، أنا أشتم عثمان وأضطرك لأن تعترف بأني ثقة وأني صادق وأني صدوق. يقول يحيى بن معين هو ثقة وكان يشتم عثمان، أي أنه يقر بأنه يشتم عثمان لكنه لا يجد بدا من الاعتراف بأنه رجل ثقة، لا يجد بدا من الاعتراف بوثاقته. وقال فيه ابن أبي شيبة ثقة صدوق، وقال فيه الساجي صدوق في الحديث تكلموا فيه من جهة سوء رأيه، أي سوء رأيه في من؟ في شيخيهم وفي عثمان
وفي أسلافهم من أئمة الباطل، ولكن بالنتيجة هو صدوق صادق ثقة، ولهذا أخرج عنه الأحاديث كل من ابن ماجه في سننه، والترمذي في سننه، والنسائي في سننه، رغما عن أنوفهم. هكذا كان الشيعي سابقا. أين نجد مثل هذه النماذج في زماننا؟ هذا النموذج السادس، فلننتقل إلى النموذج السابع والأخير. النموذج السابع رجل يقال له أبو محمد عبد الرحمن بن صالح الأزدي. هذا الرجل لم يكتفي فقط بالتحديث بمثالب أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، وإنما ألف كتابا في ذلك. ومع كل هذا فرض نفسه على أهل الخلاف فأذعنوا لكونه ثقة صدوقا، واستمر أحمد بن حنبل في مجالسته ومنادمته. أمر عجيب، لكنه ليس بعجيب إن عرفنا أو أدركنا أو وقفنا على نفسية الشيعة الأبرار آنذاك، وكيف أنهم ما كانوا يعانون من عقدة النقص والحقارة أمام الآخرين حتى يضطروا لأن يتراجعوا عن مبادئهم ومواقفهم ضد الظالمين. ينقل المزي في تهذيب الكمال عن موسى بن هارون قوله في عبد الرحمن بن صالح الأزدي هذا، يقول: هو ثقة وكان يحدث بمثالب أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه. هو ثقة مع أنه كان يحدث بمثالب من؟ الأزواج والأصحاب. تخيلوا. وقال أبو داود صاحب السنن: لم أرى أن أكتب عنه. أبو داود السجستاني صاحب السنن يقول: لم أرى أن أكتب عنه. لماذا؟ قال: وضع كتاب مثالب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. ينقل المزي أيضا في تهذيب الكمال عن يعقوب بن يوسف المطوعي قوله في عبد الرحمن ابن صالح الأزدي، يقول: كان رافضيا يغشى أحمد بن حنبل، أي يزور أحمد بن حنبل فيقربه ويدنيه. فقيل له فيه، أي قيل له: كيف تقرب وتدني هذا الذي يضع كتابا في مثالب الأسلاف؟ فقال: سبحان الله، رجل أحب قوما من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وهو ثقة، ماذا أفعل؟ هو وإن كان ذو موقف رافضي شديد معاد لأبي بكر وعمر وعائشة ومن أشبه، لكنه يحب أهل بيت رسول الله وهو ثقة يؤخذ منه الحديث. هكذا فرض الرجل احترامه عليهم، لا لأنه تنازل عن مبادئه الرافضية، وإنما لصدق لهجته، لأمانته، لوثاقته، إلى حد أن يحيى بن معين قال فيه كما يرويه المزي، يقول: يقدم عليكم رجل من أهل الكوفة يقال له عبد الرحمن بن صالح، ثقة صدوق شيعي، لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب في نصف حرف. ما يكذب، صادق، رجل الصدق.
كما ترون أيها الإخوة، إن نيل رجالات الشيعة من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومن أشبه من أئمة الباطل كان أمرا معهودا عنهم منذ القرون الإسلامية الأولى، لقد حدثوا بمثالبهم، قدحوا فيهم، وألفوا الكتب في فضحهم. هذا عبد الرحمن بن صالح الأزدي يؤلف كتابا كما هم يقولون في معايب بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله، ولا شك أنه إنما أخرج الأحاديث التي تثبت خيانة وشقاوة عائشة وحفصة لعنة الله عليهما. هذا رجل، وهنالك رجل آخر، هذا عيسى بن مهران المستعطف، يؤلف أيضا كتابا يكشف فيه مخازي من يطلق عليهم الصحابة، حتى أن الخطيب البغدادي يهاجمه بقوة. فماذا يقول؟ يقول: كان من شياطين الرافضة ومردتهم، وقع إلي كتاب من تصنيفه في الطعن على الصحابة وتكفيرهم، فلقد قف شعري وعظم تعجبي مما فيه من الموضوعات والبلايا على حد زعمه. هذا الأبله، هذا عيسى بن مهران، وذاك عبد الرحمن بن صالح، وهذا عبد الرحمن ابن خراش. وهذا الرجل كان من أئمتهم وكبار أعلامهم وحفاظهم البارعين، يأخذون بتوثيقاته وتضعيفاته للرجال، يعتمدون على أقواله، ولكن يتفاجؤون بأنه في أواخر حياته يترفض، فيصنف كتابا يخرج فيه مثالب شيخيهم أبي بكر وعمر لعنة الله عليهما. يقول الذهبي في ترجمته، يقول: الحافظ، الناقد، البارع أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش المروزي ثم البغدادي. قال أبو نعيم بن عدي: ما رأيت أحدا أحفظ من ابن خراش. وقال أبو زرعة: محمد بن يوسف الحافظ خرج ابن خراش مثالب الشيخين وكان رافضيا. متى صار رافضيا؟ هذا ما تبينه باقي، هذا ما يبينه باقي الترجمة. وقال ابن عدي: قد ذكر بشيء من التشيع، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب. سمعت ابن عقدة يقول: كان ابن خراش عندنا إذا كتب شيئا في التشيع يقول: هذا لا ينفق إلا عندي وعندك، أي هذا لا يروج إلا عندي أنا الذي أميل إلى التشيع، وعندك أنت يا ابن عقدة الذي تميل أيضا إلى التشيع. وسمعت عبدان يقول: حمل ابن خراش إلى بندار عندنا، أي إلى تاجر عندنا، جزئين صنفهما في مثالب الشيخين فأجازه بألفي درهم، أعطاه 2000 درهم، بنى له بها حجرة ببغداد ليحدث فيها، فمات حين فرغ منها. الرجل كان منهم، ثم على ظاهر الذي هذا نقلوه ترفض في أواخر حياته، ولهذا هاجموه بشدة.
مع إقرارهم بأنه كان حافظا بارعا ناقدا، إلا أنهم هاجموه تاليا. مثلا ابن حجر بعدما ينقل ترجمته يقول: هذا والله هو الشيخ المغتر الذي ضل سعيه، فإنه كان حافظ زمانه، وله الرحلة الواسعة والاطلاع الكثير والإحاطة، وبعد هذا فمن تفع بعلمه فلا عتب على حمير الرافضة. أقول: بل الحمير هم أمثالك من الناصبة يا ابن حجر، فلولا أن حافظكم ابن خراش انتفع بعلمه لما ترفض وختم حياته بثلب شيخيكم. وإن زعمتم، والله العالم بحقيقة الحال، نحن لا نعول على مزاعمكم، وإن زعمتم أنه إنما ألف ذلك الكتاب ليحصل على هدية من ذلك البندار أي من ذلك التاجر، على أي حال هذا يكشف عن حقيقة أن الذي يكون رافضيا أو الذي يترفض يتشيع إنما يمضي في هذا الاتجاه. أي اتجاه هو؟ هو اتجاه النيل من أئمة الباطل ورموز الضلالة، محاولة كشف مثالبهم ومخازيهم بأية وسيلة ممكنة حتى تعرف الناس حقيقتهم، فلا تتبعهم ولا تمضي على هذا الوهم الذي تعتقد به. هذه 7 نماذج مع لواحقها تؤكد لنا بشكل قاطع أن سيرة أعلام التشيع كانت هي هذه: النيل من رموز الباطل وأعلام الضلالة. والآن بعد هذه الجولة الطويلة في المحاضرات السابقة، صار واضحا كذب الادعاء بحرمة النيل مطلقا من رموز الآخرين، وصار واضحا أيضا كذب الادعاء بأن هذا لم يكن من سيرة أئمتنا وأصحابنا. لقد ظهر جليا أن هذا النيل إنما هو شرعي مطلوب ومستحب، نجد مصادقه في كتاب الله تعالى وسيرة الأنبياء عليهم السلام، وسيرة الأوصياء عليهم السلام، وسيرة الأصحاب عليهم الرضوان، وسيرة العلماء عليهم الرحمة ولهم علو الدرجات، بل كانت هذه سمة الرافضة على مر التاريخ. ما من علم رافضي أو شيعي إلا وتجده ينتهز أي فرصة لإسقاط باطل الرموز المنحرفة المضلة، رغم ظروف الإرهاب والجور والظلم، رغم أن كثيرا من هؤلاء كانت التقية مباحة لهم، إلا أنهم مع ذلك أصروا على المضي قدما في طريق هدم الباطل ورموزه وحمل هذه الرسالة المقدسة والمبدأ العظيم، مبدأ المعارضة لكل شخصية طاغية أو منافق أو مبتدع أو مضل. كم هو عظيم تاريخ أسلافنا وأعلامنا، كم هو عظيم أن ترى الواحد منهم مع تمسكه الشديد بالرفض، مع تمسكه الشديد بإظهار البراءة، لا يخشى أحدا إلا الله تعالى، لا يخاف أن ينقطع رزقه،
أو أن يخسر صداقاته أو علاقاته مع من يعيش معهم من أهل الخلاف، ومن يأخذ منهم ويأخذون منه، بل تراه عظيما في الثبات على مبدئه. يقولها صراحة: أنا رافضي، أنا رافضي، أنا ألعن أعداء آل النبي، أنا لا أوالي أبا بكر وعمر وعائشة، بل أعاديهم وأنال منهم، إنهم الذين حرفوا الإسلام، ظلموا عترة سيد الأنام صلى الله عليه وآله. لم تكن ترى رجالات وعظماء التشيع يشعرون بالخوف أو الحرج وهم يعبرون عن مبادئهم؟ لم تكن ترى الرجل منهم يتراجع عن ذلك أو يكتمه أو يجامل أهل الخلاف حتى يرضوا عنه؟ إن رضوا به كما هو فأهلا وسهلا، وإن لم يرضوا فذلك شأنهم. لست أنا بحاجة لأن أغير مبادئي حتى يرضى عني الآخرون، لست بحاجة لأن أوقف سعيي إلى هدم الباطل حتى يرضى عني المعتقدون بهذا الباطل وبرموزه. المشكلة مشكلتهم، عليهم هم أن يقبلوا بهذا الواقع ويتكيفوا معه ويتعايشوا معه. هذا هو السبيل للتعايش الأهلي فيما بيننا، هذا هو السبيل. ابقى أنت على ما تعتقد ونبقى نحن على ما نعتقد. لا تطلب مني أن أعترف برموزك أو أن أثني عليهم أو أترضى عنهم حتى تتعايش معي. عليك أنت أن تفهم أنك أنت الملام، أنت الملام بموالاتك لهؤلاء الظالمين. المشكلة هي لديك أنت، أنت الذي تتعدى على مشاعرنا حين توالي من قتل نبينا وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام، لا نحن الذين نتعدى على مشاعرك حين ننطق بكلمة الحق فيهم ونقول أنهم قتلة مجرمون ظلمة. هذا هو الواقع، هذا هو التاريخ. نحن حين ننطق بكلمة الحق في هؤلاء لا نتعدى عليك، إنما نقوم بوظيفتنا الشرعية ونريد لك ولقومك الخير. إن قبلتم أهلا وإن لم تقبلوا فلا إكراه في الدين. نحن لا نكرهك على أن تتخلى عن هؤلاء، لا إكراه في الدين، هذا شأنك. وإن كنا نتألم لبقائك مواليا لهؤلاء الظلمة الذين خدعوك، خدعوا هذه الأمة، أبعدوك عن الأئمة الشرعيين، عن القيادة الحقيقية التي جعلها الله تبارك وتعالى لنا، وهم أئمة آل محمد صلوات الله عليهم، شأنك. لا تريد أن تتخلى عن هؤلاء، هذا شأنك، لكن ليس من شأنك أن تمنعنا من المجاهرة بعدائنا لهؤلاء، هذا حقنا الطبيعي، هذا حقنا، حقنا الشرعي. بل اعلم أننا حين نتنازل، أننا حين نسكت عن بقائك مجاهرا بمدح هؤلاء وممجدا لهم، نحن هاهنا نتنازل كثيرا حين نسمح لك بأن تنطق بهذا، نتنازل كثيرا ونضغط على أعصابنا كثيرا حين نسمح لك بأن تنطق بموالاتك لهؤلاء وتمجيدك بهم، نضغط على أعصابنا كثيرا حين نمنع أنفسنا ونمنع أبناءنا من أن يقابلوك بالعنف وأنت تستفز مشاعرنا بترضيك وترحمك على الذين قتلوا رسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام وحرفوا الإسلام وأحدثوا فيه. نحن الذين نضغط على أعصابنا، نحن الذين نتمالك أنفسنا، كل هذا حتى نحقق تعايشا سلميا فيما بيننا وبينك. لا نريد أن نجور عليك كما لا نريدك أن تجور علينا، لكم دينكم ولي دين،
هكذا نحقق التعايش السلمي، هكذا نحقق الألفة. لكم دينكم ولي دين، لكم موالاتكم لأبي بكر وعمر وعائشة ومن أشبه، ولنا براءتنا منهم. هكذا تتحقق العدالة والمساواة فيما بيننا. ألا ليت أصحابنا اليوم يتحلون بهذه الثقة بالنفس، بهذه النفسية الشجاعة في مواجهة التحديات، بهذه النفسية في التعامل مع مختلف الطوائف. ليتهم يتعلمون من سيرة نبينا والأئمة الطاهرين عليهم السلام، ليتهم يتعلمون من سيرة أصحابهم الأبرار، ليتهم يتعلمون من سيرة العلماء الأخيار أعلام التشيع ورجاله الشجعان الأبطال. ليتهم يعودون إلى تلك السيرة العطرة حتى تعود إلينا عزتنا وكرامتنا، وحتى ننهض بهذه الأمة التي أغرقناها في الانهزام والاستسلام والخنوع والذل. المستقبل هو بأيدينا، بإمكاننا أن نصنع مستقبلا مشرقا، نحن الذين نسود فيه، ونحن الذين نعلو فيه ولا يعلى علينا. بإمكاننا أن نصنع ذلك، بإمكاننا أن نصل إلى هذه المرحلة. إن لم يكن نحن فأبناؤنا، هذا الجيل الجديد الذي نريد أن نخرجه دون عقد، دون أمراض نفسية تجنح به نحو الذل. كافي بعد، نحن نحتاج حقا إلى بناء جيل جديد صحي يتحلى بالشجاعة، يتحلى بالثقة بالنفس، ويعرف أنه يحمل رسالة عظيمة ومبدأ كبيرا لا يتنازل عن إظهاره والجهر به، لا يتخلى عن ذلك لإرضاء الآخرين. هو هذا الجيل الجديد الذي نحن نعول عليه، جيل الشباب الشيعي الرافضي الأبي الذي يصعد اليوم نحو المجد وينزه نفسه عن الأفكار المغلوطة المريضة. هو هذا الجيل الذي نطلب ونريد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بالله بمحمد العلي بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار.